الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله باذن الله غتشوفوا معايا كيفاش كنحضر الصفه بطريقه اللي هي ناجحه وفي نفس الوقت راها سهله في التحضير. عندي هنا في المقادير بسم الله عندي اللوز شاده ومسخنه في الفران ومهرمشاه، واللي ما عنده اللوز يمكن ليه يعوضو بالكاوكاو، الكاوكاو داك الاحمر او لكن داك البيض حتى هو داك الكبير زوين تشديه وتحمرين او لا تقليه وتهرمشيه، راه كيجي فيه واحد المذاق اللي هو زوين. غنحتاجو لهنا السكر كلاصي، غنحتاجو هنا الزبده قياس معلقه كبيره، وهذا هو السير ديالها سنيده. تنوريكم الطريقه كيفاش غادير ليها. عندي هنا الزيت الروميه القياس اللي غنحل به الصفه، وعندي هنا قرصه ديال الملح، وهنا غنحتاجو القرفه، وهنايا الزبيب على حسب القياس اللي بغيتو. انا كنكثرو ومن طبيعه الحال راني كنستهلكم، راه زوين عندو منفعه باينه. عندي هنايا الصفه القياس ديال الاشخاص، يعني القياس اللي غيكفيكم. ايوا غنبداو ان شاء الله بسم الله في الطريقه. غنبداو دابا ان شاء الله في الطريقه بسم الله. غندير ديك الصفه اللي عندي اولا الشعريه، غنزيد عليها ديك الزيت الروميه باش غنحلها. صافي من بعد غنحلها على هاد الطريقه، تنشوفها دخلت فيها داك الزيت كاملها. حتى كتشرب لينا داك الزيت مزيان على هذا الشكل. هنايا عندي البرمه، انا راني دايره فيها الماء سخون، غنزيد ليها واحد شويه كنديرو في الغلاي باش هكا كنستغل الوقت. من بعد كترديها فوق البوطه كتلقاي الماء سخون، يعني كيبقى لها غير تبدا طيب. صافي صافي غنديروها في البرمه هكايا. على هذا الشكل وغردوها الفرن ان شاء الله المره الاولى. من بعد ما فارت لينا الصفه ديالنا خليتها تقريبا واحد 5 ديال الدقائق، ها انا غنحطها بسم الله على هذا الشكل، ما كنخليهاش تفور بزاف. وهنا فين غنوريكم الطريقه اللي كندير ليها انا والطريقه اللي هي ناجحه وسريعه في نفس الوقت. هاد الماء دابا اللي كان ليا في البرمه كان تيغلي في البرمه، كانت كطيب فيه بيه باش غنسقيها دابا. غنخلي غير واحد شويه على هذا الشكل، غنخلي فيها واحد شويه. من بعد دابا غنزيد ليها ديك القبصه ديال الملح، وغنزيد داك الزبيب من طبيعه الحال راني غاسله. راه غير ديروا هاد الطريقه جربوها راها زوينه، كتخلي الصفه كتجي فتيه كتجي غير كتفرتت. المهم اللي كلا عندكم راه تعجبو. كنخلوها حتى كتشرب لينا داك الماء شويه، ما كنخلوهاش بزاف، تقريبا شي 5 ديال الدقائق هكاك.
المهم دابا بعد ما خلينا شربات لينا شويه الماء ما كنخليوهاش المهم بزاف، تقريبا 3 دقائق 4 دقائق حتى كنشوفوها بدات كتبيض. الا كتلاحظوا معايا راه كتجي غير مفرطه، ما تخلوهاش تشرب لكم الماء بزاف لا تعجن. من بعد رجعها للبرمه على هذا الشكل، راه الطريقه هذه راه ناجحه في الصفه وتجي زوينه. ما نعاودش لكم تجربوها. راه كتجي غير كتفرتت الا كتلاحظوا معايا، ها راه ما كتعجن ولا والو. صافي غنردها ان شاء الله تفور عاوتاني المره الثانيه ونتلاقاو. ايوا بعد ما فرت لينا الثانيه خلينا فرت مزيان، غندوزو دابا باش نحطوها ان شاء الله. غندوز دابا باش ندير لها غير شويه ديال الماء، الا كتلاحظوا معايا غير هكا. باش غنحلها يعني في المره الثانيه كنحلها غير بشويه د الماء. راه كتجي تبارك الله ما شاء الله كتجي غير مفرطه. المهم قياس واحد الكاس ديال الماء، بعد ما حليتها على هذا الشكل ودرت ليها كيف قلت لكم داك الكاس ديال الماء، غنرجعها عاوتاني غتفور المره الثالثه. غنرجعها ان شاء الله تفور كيف قلت لكم المره الثالثه ونتلاقى. من بعد ما فرت لينا المره الثالثه ها هي كيف كتلاحظوا معايا، راه كنخليها تقريبا جوج دقائق صافي، حيت دايرين فيها الماء طايب يعني ما كتحتاج لينا الوقت بزاف، غير شويه صافي. لا في المره الاولى ولا في الثانيه كنخلوها تقريبا المره الاولى تقريبا 3 دقائق حتى 4، وكذلك في التفويره الثانيه 3 دقائق ولا 4 هكا وكنحيدها صافي. اما في الثانيه راه تقريبا غير جوج ولا ثلاثه صافي، راه كتكون جاهزه مع دليل لها داك الماء طايب. هذيك العمليه هذيك كتسهل عليها باش كتوجد لينا دغيا. صافي دابا كندوزو للمرحله الاخيره. هنا فاش كنجي كندير لها ديك المعلقه ديال الزبده، تقريبا واحد المعلقه كبيره. وهنا فاش غندير ليها معلقه ديال سنيده، هاد السنيده هي اللي كتخليها مرمله وكتخليها هشيشه يعني مفرطه، كتخليها غير مفرطه. غنزيد واحد المعلقه اخرى ديال السكر كلاصي. صافي هادشي هو اللي غنحتاجو في المرحله الاخيره وغنبدا نحلها. ايوا بعد ما بردت لينا شويه وحليتها على هاد الشكل كيف كتلاحظوا معايا، شوفوا كيفاش كتجي، راه كتجي تبارك الله ما شاء الله كتجي مفرطه
وطايبه ورطبه. كنقول لكم غير جربوا هذه الطريقه راه زوينه، ما كتجيش قاصحه وما تخافوش منها تعجل لكم ولا والو. ها هي كيف كتلاحظوا معايا كيف كتجي، كتجي راه تبارك الله ما شاء الله، اللي كلاها عندكم غيشكركم عليها. وكيف قلت لكم حيت ديري لي هذاك الماء سخون يعني ما كتحتاج لينا الوقت في الفوار، حيت كتفور يعني ما تخلوهاش بزاف، غير شويه وتحطوها وتحلوها. راه كتجي كل وحده بوحدها، ها انتوما كيفاش كتجي، راه كتجي مفرطه. يبقى غنبداو ان شاء الله دابا في التزيين ديالها. بسم الله، نخلوها تبقى شويه سخونه باش هي كتكل وهي سخونه كتجي زوينه. راه كتجي تبارك الرحمن كتجي كل وحده مفرطه بوحدها، كنقول لكم غير جربوها راه ما غتندموش عليها. طريقة ديال التزيين كل واحد وكيفاش كيزين. بسم الله، غنشد داك اللوز اللي عندي. المهم كيف قلت لكم التزيين كيبقى اختياري، ودابا السكر كلاصتي اللي عندي هنايا فانا كنحطو في الوسط على هاد الشكل، اللي بغا السكر يمكن ليه يزيدو هكا كيكون احسن. دابا غندير القرفه، وتزين ديك الساعات كيف قلت لكم راه كيبقى كيف ما بغيتي تزيني تزيني، ما كاين اختيار. حاولوا تكثروا شويه القرفه في هذا البرد راه مفيده. ايوا هكا كيفاش كيجي، هذا هو الشكل النهائي ديالو. نتمنى يكون عجبكم ان شاء الله وجربوه. وراها طريقه كيف قلت لكم راه ساهله. ايوا بالصحه والراحه.